تنطلق غدا المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح في مخلفات البناء، ذلك في إطار الحرص على تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة. أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المواطن يستطيع الحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية بمحافظات الجمهورية، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات، أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول.